نشوف تقرير عظيم جدا عن أبرز الأحداث الرياضية، يجمع كل حاجة حصلت، أبرز الانتصارات والإنجازات الرياضية المصرية بشكل عام. وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الأعزاء شاب هيكل وجهاد عرابي وسمر صلاح، سهرة رأس السنة النهاردة معاهم، خليكم معنا. نجاحات مصرية مميزة وإنجازات رياضية تمهد الطريق نحو مستقبل مشرق، هكذا كان الحال في الحصاد الرياضي لعام 2023، والذي امتلأ بالعديد من الأحداث المهمة والمحطات المختلفة، سواء ارتبطت بالكرة المصرية أو الرياضة العالمية. البداية مع منتخبنا الوطني الذي حسم تأهله إلى منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في يناير 2024 في كوت ديفوار، حيث نجح الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في السيطرة على صدارة مجموعتهم بالتصفيات عقب الحصول على 15 نقطة من 6 مباريات، ليضمن المنتخب الوطني المشاركة في كأس الأمم الإفريقية حاملا على عاتقه آمال الشعب المصري في حصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه. وفي تصفيات كأس العالم 2026 نجح منتخبنا الوطني في الحصول على 6 نقاط من أول جولتين عقب الفوز على جيبوتي وسيراليون، مما يبشر الجماهير بقدرة الفراعنة على العودة من جديد للمشاركة في المونديال. وبالتركيز على أنديتنا المصرية، كان الأهلي حاضرا وبقوة في عام 2023، حيث نجح بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الوداد المغربي في النهائي بإجمالي نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب، ليحصد الفريق اللقب للمرة 11 في تاريخه كأكثر الأندية بالقارة الإفريقية تحقيقا لهذا اللقب، مما مهد الطريق أمام المارد الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية والذي أقيم في السعودية، وشهد حصول الأهلي على الميدالية البرونزية عقب تحقيقه فوزين على اتحاد جدة وأوراوا الياباني والخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي. وقادت نجاحات الأهلي الإفريقية وتألق لاعبيه لحصد الفريق لقب أفضل ناد في 2023 من جانب الاتحاد الإفريقي، وكذلك توج بيرسيتاو نجم الفريق بلقب الأفضل داخل القارة الإفريقية بعد توهجه الذي ساهم في نجاحات المارد الأحمر. ومثلما فرض الأهلي سيطرته على المستوى الإفريقي، هيمن أيضا على البطولات المحلية بتتويجه بلقب الدوري المصري عقب الانفراد بصدارة الترتيب برصيد 83 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن بيراميدز أقرب منافسيه. وفي المقابل لم يكن عام 2023 هو الأفضل بالنسبة لنادي الزمالك على مستوى كرة القدم في ظل عدم تتويج الفريق بأي ألقاب، وكانت النجاحات حاضرة على مستوى ألعاب الصالات وتحديدا مع فريق الكرة الطائرة الذي توج بثنائية الدوري والكأس. واختتم الزمالك عام 2023 بضمان التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية باحثا عن حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه. وجاء التغيير الأبرز في الزمالك عام 2023 على المستوى الإداري بعد فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب في انتخابات النادي الأبيض، ليبدأ الفارس الأبيض رحلة جديدة بمجلس إدارة مختلف باحثا عن تحقيق آمال جماهيره. ولم تقتصر نجاحات الرياضة المصرية في عام 2023 على كرة القدم فقط، بل كانت الرياضات الأخرى حاضرة في تلك النجاحات. ففي شهر يوليو فاز زياد السيسي بطل مصر للسلاح بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي استضافتها إيطاليا، وأصبح أول لاعب سلاح مصري يقف على منصات تتويج اللعبة للكبار. وفي الرياض حيث أقيمت بطولة العالم لرفع الأثقال، فاز كريم كحلة بميداليتين ذهبيتين وثالثة فضية، وأصبح بطل العالم لوزن 96 كيلوغرام. وفي نفس البطولة توجت سارة سمير بثلاث ميداليات ذهبية. وفي أكتوبر فاز منتخب مصر للرماية ببطولة إفريقيا التي استضافتها مصر. وفي مدينة آيسبيرغ بالدنمارك فازت مريم حمدي بالمركز الثالث في بطولة العالم للدارتس. وفي دبي فازت مصر بأول بطولة عربية للبادل، وعاد كرم جابر ليفوز بعد طول غياب بميدالية ذهبية في بطولة العالم لرواد المصارعة. وكان انتصارا أعلن كرم جابر بعده رغبته في العودة من جديد للمنافسة
على أمل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعد خوض تصفياتها. وبعيدا عن النجاحات المصرية التي لا تعد ولا تحصى، شهد عام 2023 العديد من الأحداث على المستوى العالمي، فكان تتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه خير تكليل لمجهوداته التي قادت منتخب بلاده لحصد كأس العالم في نسخته الأخيرة بقطر. وكان لفريق مانشستر سيتي نجاحات مميزة في عام 2023، كان أبرزها فك عقدته وحصده للقب دوري أبطال أوروبا بعد سنوات من الانتظار، الأمر الذي مهد الطريق له لحصد لقب كأس العالم للأندية. غوارديولا قاد سيتي أيضا لثلاثية تاريخية بعد الفوز ببطولة الدوري بعد منافسة شرسة مع أرسنال، والسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، وكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه يونايتد. وفي الدوري الأوروبي عاد إشبيلية مجددا للفوز بالكأس المحببة بعد نهائي مثير أمام روما حسمه الفريق الأندلسي بركلات الترجيح. وكان لمحترفين في الخارج بصمة قوية للغاية في الكرة العالمية، وبالطبع على رأسهم نجمنا محمد صلاح الذي واصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول بوصوله للهدف رقم 200 مع الريدز بمختلف المسابقات، ليؤكد تأثيره الهجومي المميز فضلا عن تألق عمر مرموش مع انترخت فرانكفورت الألماني وظهوره بشكل مميز في المباريات الكبرى، الأمر الذي ظهر جليا بمساهمته في 3 أهداف أمام بايرن ميونخ. وفي الدوري الفرنسي كان مصطفى محمد حاضرا وبقوة من خلال تألقه الملفت مع نانت، وكذلك توهج تريزيجي مع ترابزونسبور التركي، فضلا عن نجومنا في الدوريات العربية محمد شريف مع فريق الخليج وطارق حامد مع ضمك وكذلك حمدي فتحي مع الوكر القطري. وبين نجاحات لا تنسى وأحلام منتظرة، تأمل الجماهير في عام رياضي جديد يشهد مزيدا من الإنجازات التي تليق وتعبر عن الكرة والرياضة المصرية في المحافل الإفريقية والدولية.